أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل ننصح بالانخراط مع جماعة التبليغ والخروج معهم سواء في داخل المملكة أو خارجها؟ إن كان إنك ما تبي العلم انخرط معهم، إن كان ما تبي العلم ولا تبي التوحيد، هم يحذرون من التوحيد ويحذرون من طلب العلم، إذا إنك تريد إنك ما تريد العلم ولا التوحيد رح معهم. نعم.